استبعاد كثير من الساسة لسيناريو المشهد الدرامي من لائحة التحليلات حيال الانقلاب الفاشل من مجموعة فاغنر على القيادة الروسية. بات اليوم السيناريو الأقرب للواقع بعد تصريحات الكرملين الأخيرة بأن سيده وقائد المجموعة المسلحة التقيا في موسكو بعد أيام قليلة من تحركات فاغنر الشهر الماضي. زخم التصريحات حيال اللقاء الذي وصفته القيادة الروسية بالبناء بين بوتين وبريغوجين فتح بابا من المخاوف على مصراعيه أمام المعسكر الغربي في وقت تتعاظم فيه الأحاديث عن سلاح نووي قد يشهر في أي وقت. أرحب بضيفي من عمان الدكتور مأمون أبو نوار الخبير الأمني والاستراتيجي. أهلا بك دكتور مأمون. دكتور مأمون، يعني بالبداية كيف تقرأ أنت الآن المشهد والاجتماع الذي حدث في الكرملين؟ يعني هو كان كما تفضلت بعد 5 أيام، لكن أعتقد المخابرات الروسية وأيضا الأمريكية كانوا على علم بهذا التحرك، وبوتين احتوى الأمر، والآن بريغوجين كان يسافر بين بيلاروسيا وبوتسبيرغ، فالآن أعتقد أن موضوع بوتين لأن أي نفوذ سياسي قد انتهى، وأيضا العسكري، وممكن أن يذهب إلى أعماله التجارية، لكن فاغنر كمجموعة لا يستطيع الروس الاستغناء عنها، هي يعني أدوات نفوذ خارجية لها، خاصة أفريقيا الوسطى، السودان، ليبيا، ومنطقة الشرق الأوسط خاصة، فسوف تبقى هنالك يعني بإعادة تنظيم وهيكلة للمجموعة ككل، وسوف يعينوا قائد جديد لها، لأنها إحدى الأدوات القوية والحاسمة بالنسبة لروسيا، أثرت على هيبة بوتين نعم، لكن نظام مركزي هنالك شديد الحقيقة. صحيح هنالك لا يوجد مؤسسات تدير الدولة إلا نخب معينة ومحسوبية من قبل بوتين، فهو سيطر. السؤال هنا، هل سيخرج من هذه الأزمة أقوى أم يضعف؟ يعني الروس طبيعتهم يعني بيرتعبوا من أي عمليات داخلية أو حروب داخلية أهلية، ولذلك اعتقد يعني معظم الشعب تبعه او في روسيا يعني واقف معه، وخاصه بيرغبوا بالانتصار على اوكرانيا اللي بيعتبروها هي روسيه بطريقه ما، واعتقد الوضع الان بما سوف يحدث لاجتماع الناتو في لوتانيا. نعم. نقاط كثيره هناك بطلب هو الضمانات والى اخره، لكن لا ارى اي مؤشرات بالنسبه لنجاح الهجوم المضاد الروسي وعملية استخدام النووي التكتيكي النووي، هذا لا أعتقد أن بوتين بحاجة إليه الآن. ممكن يعني، لكن دكتور مأمون، يعني دكتور مأمون، ما قامت به فاغنر على الأرض لربما سبب حرج كبير يعني لموسكو وأيضا للرئيس بوتين بما حدث على الأرض. يعني التحركات التي قامت بها فاغنر كانت سريعة ومخيفة بنفس الوقت. اليوم الرئيس بوتين كيف يقرأ المشهد، وما ردة الفعل المتوقعة لإظهار القوة من جديد يعني عالميا؟ يعني هو ما يعني كانت الحركة هاي بيعتبروها بعض المحللين انها لتغطية على نجاح روسيا بالحرب. يعني بوتين يعني أعتقد أنه استخدم الحكمة فيها بشكل كبير في لمهمة الموضوع وسيطر على الوضع كما هو. في يعني فاغنر ما تستطيع، يعني كان باستطاعته أنه ما بيستطيعوا أن يصلوا لموسكو الحقيقة، لأنه القوة الجوية تبعه سوف تنهيهم بالكامل. يعني إذا تطلع الخريطة أيضا، يعني مش معقول يتركوا القافلة هاي تصل إلى موسكو، فلذلك ما أعتقد أنه يعني كان هنالك خوف، لكن هزته استخدمها الإعلام وضجيج كبير كان أنه ضعف وكذا وسوف ينتهي ولا آخره، لكن كما ذكرت لك سابقا ممكن يعني هذه الأزمة يخرج منها أقوى
لكن كسرت عظم، كسرت عظم في الوسط والنخب هذا. يعني هي كانت العمليه بين بروجن والجماعه شياغو وغريمسوف، لانه حقق نجاح كبيره فقطع عنه التوريد والى اخره. جيد دكتور مامون، يعني فاغنر حققت الحقيقة. يعني حققت اهداف كانت مفصليه بالنسبه للجيش الروسي كما شاهدنا يعني في باخموت. اليوم مع استبعاد لربما فاغنر عن المشهد، هل سنشهد لربما ظهور قوات من النخبه ايضا يعني في الاراضي الاوكرانيه؟ طبيعه الرد العسكري مستقبلا على اي هجوم اوكراني كيف سيكون برايك؟ يعني عنده الأدوات، هو الحقيقة عندهم الغاز بروم، هذول 30,000 برضو، عندهم الفيلق السلافي أيضا بوتين، وعنده جماعة الشيشان، يعني فعنده البديل لذلك. بعدين باخموت الحقيقة، واللي هي هسه في معارك الدور، ما لها أي أهمية استراتيجية عسكرية الحقيقة. يعني عملية الهجوم المضاد، خليني أقول، بدوروا على ثغرات ضعف في الخطوط الجبهة، يعني وأعتقد الطرفين يدركوا أين نقاط الضعف ونقاط الضعف القوة، وزي ما أنا شايفك حسين هن شايفين بعض، وصل الأقمار الصناعي وعمليات الاستطلاع. أوكرانيا تواجه الحقيقة صعوبة مكان، لذلك شاهدنا زودوها بسربم القنابل العقودية. نعم. ويعتمد على نجاح، يعني أنا أعتقد حتى تزويدها في سلاح او امدادات مستقبليه سوف يكون في فحص اجتماع الناتو في لوتانيا، وممكن ان يذهبوا الى عمليه مفاوضات يجبروه، يعني لا تعلم، لانه الذخائر صعب تعويضها اصبح بمكان، وفي شرخ بالنسبه للناتو بالنسبه للتزويد او استخدام القنابل العنقوديه ولا اخره، يعني ليس كلهم على نفس الصفحه، لكن هي وحد الناتو وسعته من خلال كانوا يعتقد الناتو ب يعني الدفاع من الأمام بدفش زيلينسكي، طبعا لفرض النظام القطب الواحد، يعني هذه معظم ما يدور هنالك حاليا. دكتور مامون، يعني نستفيد من خبرتك كخبير أمني واستراتيجي، ونتحدث يعني لربما ملف مختلف عما نتحدث فيه الآن، يعني في آخر دقيقة من وقتك، اليوم بالنظر للاستفزاز يعني من قبل دول الغرب وأيضا حلف الناتو والاجتماع في ليتوانيا وأيضا إعطاء لربما أوكرانيا مستقبلا قنابل عنقودية، سقف الرد الروسي المتوقع، هل نتوقع أن يكون هناك استخدام لأسلحة نوعية ولربما من بعض القنابل النووية التكتيكية؟ لا يوجد حسين سلاح سحري لكسب المعركة في أوكرانيا، ولا يغير قواعد اللعبة، له تأثير استراتيجي لكن لن يكون هنالك تحويل كامل، فالأمور سوف تبقى كما هي، دفاع بالنسبة للطرفين، هجوم ودفاع من خلال الاستنزاف الدفاعي لكلا الطرفين. أي مفاوضات في المستقبل سوف تكون وقف إطلاق النار، سوف تكون هذه الحدود، وأعتقد الغرب لن يرضى بذلك، زيلينسكي لن يرضى بذلك، وأن هنا سوف تبدأ العملية. لكن الاجتماع في لوتانيا مهم جدا بالنسبة لضمان حياة. على فكرة في نقطة مهمة جدا، أنا قرأت تقرير بقول أنه توصلوا في مارس شهر 3 الـ 22، نعم، إلى اتفاقية الحياد التام بين أوكرانيا كييف والاتحاد الروسي، لكن مقابل يعني أنه الضمانات أوكرانية كاملة، لكن لم يلتزم، والشاهد على ذلك كان أمريكا، روسيا، في خبايا كثيرة اللي صارت الحقيقة وبتصير. شكرا. في ما يحدث في أوكرانيا. شكرا لك. شكرا، أنا أعتذر لكن الوقت المخصص للبرنامج انتهى. إذن ضيفي من عمان الدكتور مأمون أبو نوار الخبير الأمني والاستراتيجي، شكرا جزيلا لك.